كرة القدم نهضر تنعيا ما غاديش نوصل لك داكشي اللي كنعاني. ولا ولادنا لا حنا كنشوفوا ولادنا كيدوبوا قدامنا لشي حاجه حنا ما فاهمينهاش. قرا ولادنا كانوا من المتفوقين، كانوا من 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 خيرة الشباب. جات لاغان داتهم لتولوز قراو ورطاتهم في واحد الكريدي ديال 140 مليون ما عرفت شحال. من بعد كطالبهم طرد الكريدي ولا تمشي للحبس. الوغ كو غادي تجيب طيارين اجانب اللي غادي توظفهم 80,000 درهم للشهر. كل ياك الشركه في, 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 في ازمه وقفوا معاها عامين، ما كاينش شكون اللي يوقف مع الشركه قد هاد الوليدات هذو. وقفوا معاها لا ريال لا جوج لا 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 التغطيه الاجتماعيه لا حتى شي حاجه. وفي الاخر هاد الولاد ماشي بلاصتهم هي الزنقه، بلاصتهم ماشي هي الزنقه. قراو دمروا ولادنا كنشوفوهم كيتوفاو قدامنا حرام. الظروف حنا ما فاهمينهاش، ما عارفينش علاش اشنو هو السبب، علاش اللي ما يخدموش ولادنا اللي من الشباب عندهم كفاءه عاليه عندهم اخلاق عاليه ما عندهم حتى شي ديفو. ما فهمناش حنا علاش، بغينا غير شي واحد يشرح لينا علاش. قراو خداو الشواهد ديالهم ورطوهم في كريدي اجي الدراري بغاو يخدموا، ما بلاصتهم ماشي في الزنقه، بلاصتهم في خدمتهم. بغينا حنا شي واحد يشرح لينا. وحنا كنناجدوا جلاله الملك، كنناجدوا جلاله الملك باش يوقف مع هاد الوليدات هادو. ما داروا لا بيديهم لا بجليهم، بغاو قراو بغاو يخدموا. اشنو الذنب ديالهم؟ هي لا كنشوفوا ولادنا قراو في الاخر المطاف الحبس بلاصتهم حرام هادشي هذا. اشنو الذنب ديالهم؟ شنو داروا؟ بغينا غنفهموا شنو داروا. بيسكو هاد الشركه عندها فلوس باش تعطيهم الاجنبي؟ ايوا تعطيهم للدراري اللي 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 هما ورطوهم وصيفطوهم يقراو على برا. واشنو ما فهمناش؟ علامه استفهام شي واحد اللي باغي ما فهمناش. بغينا شي شرح وبغينا ولادنا يتنقدوا. حنا كنطلبوا جلاله الملك باش يوقفنا مع ولادنا، ماشي قرينا وتعبنا. حنا كتشوف الظروف اللي عندنا في الدار، راه صبرنا العام الاول العام الثاني ووقفنا مع ولادنا، وراه بزاف هادشي. ما يمكنش لنا نقدروا، راه حنا راه على حافه شفرة، لا اننا دمرنا لا حنا لا ولادنا. من ناحيه المعاناه ما كيحسوا في الحقيقه غير الاباء اللي عندهم هذا المشكل هذا، لان باش الابن ديالك اللي بعد واحد المسار دراسي كبير بزاف حاول يوصل لواحد المستوى ديال انه يكون راسو وانه يتقدم باش يولي طيار وينجح في الكونكور ويدوز واحد سنتين ديال التدريب في فرنسا وكيرجع للمغرب. وكتجيب هاد المرض ديال كوفيد اللي حاول ان الشركه صيفطتهم مده سنتين وما جالسين معنا في الدار بدون يعني راتب شهري بدون تغطيه صحيه. وزيد الاثار النفسيه اللي كتسبب لهاد الشباب لانه كيريح وما كيلقاش حتى الاذان الصاغيه اللي غادي تهضر معاه وتفتح معاه باب الحوار باش يعرفوا الامور فين غاديه. وفي الاخر انها كتجيهم مره كتجيهم رسائل بالتهديد بالحبس باش انهم يؤدوا هذاك الواجب ديال 130 مليون. فبالله عليكم كيف هاد الطالب المتدرب كانوا كيعطوهم 10,000 درهم قبل من الكوفيد، من جات هاد سميتو وقفوها لهم دفعه واحده، يعني ما عطاهم والو وقال لهم مده سنتين وهي كتعاني، لدرجه ان حتى المصروف اليومي ديالها يعني الاباء راه كيتحملوا بطبيعه الحال داكشي لان يعيش معاه. ورغم ذلك صابرين وكنقول الامل ديالنا ان شاء الله ما يرفع علينا الله تعالى هذا الوباء غادي يرجعوا لخدمتهم وغنساو كل الماضي الاليم اللي دوزناه. ولكن مع الاسف كنصطدموا بالصخره ديال هاد الشباب انه كيجي كيوقف هنا وكيحتج وما في غينا على باش يوقفوا بهاد الوقفات هادي. وهما يعني عاملين الوقفه ديالهم الحضاريه وكيطالبوا بمساله اللي هي مشروعه وحقهم المشروع في واحد الظروف اللي هي يعني سلميه. وكنطلبوا من صاحب الجلاله نصره الله باش يتدخل باش يفك هذا المشكل ديال هاد الشباب الاطر الكفؤ في المجتمع. راه عيب وعار ان الشباب هكا الى مشينا تا يعني كيعطينا واحد الصوره سلبيه للشباب الاخر من يشوف هاد الشباب خير الشباب كيتعرضوا لهاد الشكل ديال التهميش وديال عدم فتح الحوار معاهم عدم تسويه الاجور ديالهم راه غيتصابوا بالاحباط.